عبد الله شادي. ازيك يا ابو حميد؟ بقول لكم ايه؟ ده استطلاع رأي عايز اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. هنا يا معلم. عدى لكم خمس دقائق. ها؟ اكتب لي ده بقى بسرعه. عايزين اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. هاتوا لي الواد اللي بيوزع مشروبات هناك ده. مشروعات ايه يا ريس؟ ده استبيان رأي الجامعة يعني. ايه يا جماعة انا مش يلا. اسمك آدم أمين عبد الحي، طالب في كلية الآداب قسم اجتماع، وبقالك 8 سنين في الكلية، مش كده؟ مظبوط يا باشا. جيت لنا هنا قبل كده من 3 سنين. اقعد. انت واقف ليه؟ اقعد يا ابني. جيت لنا هنا من الدولة من 3 سنين، كنت عامل خناقة مع واحد أجنبي في شرم الشيخ، صح؟ مظبوط يا باشا. بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسه وكده، يعني في الصيف كنت رايح اشتغل على اساس ان انا هشتغل في المطبخ، هو صمم ان انا اقف في الحمام لمجرد ان انا عربي، كان عنصري يعني وكده، كلمه مني وكلمه منه اتخانقنا مع بعض. قمت ضربه وفتح له دماغه. والله يا باشا هو اللي مد ايده الاول، وبعدين الموضوع ده انا خدت فيه براءه ومراته شهدت عليه معايا. كنت بتعمل ايه في المظاهرة يا آدم؟ والله يا باشا انا ما كنتش في المظاهرة اساسا، انا بس استغلت التجمع وقلت فرصة اوزع الاستبيان بتاعي على الطلبة عشان اخد رأيهم في اهم ظاهرة بتؤرق المجتمع المصري. هو ده الاستبيان مش كده؟ هو يا باشا فقر وبطالة وفساد ومحسوبية؟ يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا يعني طلعت بيها من صحابي، من الجامعه، من على النت، وجايز ابقى غلطان فيها كلها يا باشا. بس مش شايف يا ادم ان كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسه قبل ما تكون اجتماع؟ بس انا ما شفتهاش كده والله، انا عملت اللي الدكتور طلبه مننا، وبعدين حضرتك ممكن تساله. بعدين يا باشا انا ماليش دعوه بالسياسه خالص والله، ده انا حتى ما بتفرجش على النشر. ده كلام يا راجل؟ في طالب في كليه الاداب قسم اجتماع وما يتفرجش على نشره الاخبار؟ عامل بيها ايه يا باشا يعني؟ بعدين احنا ناس غلابه يعني، بنمشي جنب الحيط ولو في تحت الحيط كنا مشينا فيه. يعني انت مالكش اي نشاط سياسي ولا ميول حزبيه معارضه للحكومه؟ قسما بالله يا باشا لا ليا في السياسه ولا اعرف عنها اي حاجه. ادم امين عبد الحي، تصدق ان انت واد طيب يا ادم وابن حلال، وانا مصدقك. ادي الملف بتاعك اهو، انا همشيك. الله يخليك يا باشا. سيبك بقى من الكلام ده وتعالى نتكلم كاصحاب. امسك خد سيجاره. تشكر يا باشا، ما بدخنش والله. واد راجل، انا من زمان وانا نفسي ابطلها ومش عارف. تشرب شاي؟ شكرا يا باشا. ايوه يا ابني، هات واحد شاي هنا بسرعة. والله يا آدم الاستبيان بتاعك ده قلب عليا المواجع فعلا، البلد بقت غريبة قوي. اوعى تكون فاكر ان انا اتولدت هنا في المكتب ده، لا انا زيك وبعدي كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور، ده غير طبعا اهلي واصحابي وجيراني كلهم عندهم مشاكل. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله يا باشا. سيبك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده، انا مرتبي ما بيكفنيش لدرجه ان انا فكرت ان انا اسيب الداخليه واروح اشتغل ملحن ولا مطرب، يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير. بس ما ينفعش. قول لي يا ادم، في ايه في دماغك بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع المصري غير اللي انت كاتبه في الاستبيان ده؟ لا يا باشا هو حلو كده. حلو؟ انت خايف ولا ايه؟
يا ابني انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده هخليك تتكلم، لكن انا بقول لك كلمني كاصحاب. الله، انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه؟ العفو يا باشا، ازاي يعني؟ احنا نطول اتكلم. والله يا باشا خدت بالي من حاجه غريبه قوي من كام يوم كده، وانا بحضر الشنطه لاخويا الصغير وهو رايح المدرسه الصبح، جيت احط له كتاب الدين في الشنطه، قال لي لا شيل الكتاب. قلت له ليه يا ابني؟ ده كتاب الدين ومكتوب في الجدول ان انت عندك حصه دين. قال لي لا ما هو مش مهم. قلت له مش مهم ازاي يا ابني؟ ده كتاب الدين. قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع، وبعدين مدرس العربي بيلغيه ويضم الحصتين على بعض. لقيت كده فجاه يا باشا ان الدين بيتلغي من المدارس، واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حصص الالعاب والموسيقى والرسم، وكل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل ناجح ويشرف مصر. احنا كده بنقتل المواهب دي كلها، يروحوا فين بقى؟ يقعدوا على القهاوي ولا يروحوا فين؟ وبيطلعوا ما يلاقوش شغل. بصراحة يا باشا النظام ده عايز يتغير كله. النظام عايز يتغير؟ لا يا باشا أعوذ بالله، نظام ايه اللي يتغير؟ أنا أقصد يعني نظام التعليم. مش سيف باشا. ازيك يا شنبيه؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل سعادتك، ده الملف اهو. خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تبع حاجة يا باشا. ولما انت مش تبع حاجة يا روح امك، بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة، ده في الجامعة بس. هو في سوء تفاهم يا سيادة العقيد بعد اذنك، وبعدين انا حققت معاه وهبقى اكتب لسعادتك تقرير. يا سعيد أمرك يا باشا. خد يا أدم من الحجز دلوقتي لغاية لما تخلص له إجراءات الخروج. حاضر يا فندم. ولا يا أمك اسمها إيه؟ نعم أنا سألت. صبر يا باشا، صبر ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبر. سيف باشا، انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه. الواد ده اقل مما تتصور بكتير، وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جات لنا عنه ان ملفه ابيض ونظيف وزي الفل. الله يبيض ايامك يا شنبي وينور لك قلبك. انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ في ايه يا شنبي؟ العفو يا باشا، اسف. العيال دي ما بتجيش غير بالعنف. العيال عايزين يعملوا فوضى في البلد. مش كلهم سعادتك. مش كلهم. لازم نفرق ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين